نروح مع حضراتكم لموضوع تاني. فاكرين طالبة سما وائل اللي كنا استضفناها قبل كده في صباح الخير يا مصر، بعد ما قدرت ان هي تعمل روبوت لتعقيم مرضى كورونا وهي لسه في المرحلة الإعدادية؟ دلوقتي سما حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة عالمية IEEE، مرشحة ان هي تمثل مصر في المسابقة على مستوى العالم واللي هتقام في دولة الهند في سبتمبر من عام 2022. خلونا نبارك لسما وهي معانا دلوقتي عبر زوم. صباح الخير عليك يا سما. صباح النور يا فندم. ألف مبروك. الله يبارك في حضرتك. شكرا ضيف، جدا. أنت موجودة على طول معانا في صباح الخير يا مصر. مظبوط. ايوه بنتشرف بيكي طبعا. عايزين نعرف منك في البداية طبيعة المسابقة اللي قدرتي ان انت تحصلي على المركز الأول فيها. هي مسابقة IEEE YESIST 12، دي السنة الأولى ليها إن هي تعقد في مصر، بس هي بقى لها 12 مرة بتتعقد على مستوى العالم. هي مسابقة فيها يعني هي بتتكلم عن التنمية المستدامة، وإن إحنا كمبتكرين إذا كان في مرحلة المدارس أو في مرحلة الجامعات إزاي ممكن نعمل ابتكارات أو اختراعات أو حتى نعمل أبحاث علمية ممكن إن هي تساعد العالم في تخطي أزمة الاحتباس الحراري، وإن هي تساعد في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في تحقيقها يعني. فالمسابقة كان فيها انترفيو، يعني المسابقة عبارة عن حضرتك بتقدم ابستراكت على الموقع الرسمي لـ IEEE، وبعدها بيتم قبول مجموعة محددة تقريبا 50 فكرة إن هم يخشوا المسابقة على مستوى الجمهورية، وأنا الحمد لله تخطيت المرحلة دي. بعدها في المسابقة على مستوى الجمهورية كل تيم بيدخل بيكون فيه 5 تراك. أنا كنت التراك بتاعي جونيور أينشتاين، اللي هما التراك بتاع طلبة المدارس. الجونيور أينشتاين كان فيه تقريبا أكتر من 15 فكرة على مستوى الجمهورية. بيتم إن كل تيم بيدخل مع من 2 لـ5 جادجز، بيبدأوا إن هما يسألوه أسئلة عن المشروع وإزاي إن هو بيحقق أهداف التنمية المستدامة. المشروع يعني عشان حضرتك تقدم المسابقة بيكون مع حضرتك scientific research أو بحث علمي عن المشروع، و scientific poster أو لوحة عرض للمشروع، والبروتوتايب ذات نفسه أو المشروع ذات نفسه. الانترفيو بيكون مقسوم لحاجتين، أول حاجة بيكون فيه أسئلة تكنيكال أو أسئلة عن البرمجة والهاردوير اللي بيكون موجود في المشروع، والأسئلة التانية بتكون عن السوفت وير والشخص يعني شخصية المتقدم ذات نفسه. طيب انا عايز اسال سؤال، انتوا بتعملوا موديل بالفعل ولا الفكره كلها قائمه على الابتكار في الفكره في حد ذاتها يا سما؟ لا احنا اكيد يعني بننفذ بروتوتايب للبروجكت اللي احنا شغالين عليه. هو البروجكت اللي انا كنت شغاله عليه هو بيتكلم في اكتر من جزء، طبعا في اهداف التنميه المستدامه بيحقق اهداف كتير منها، وفي الساينتفك ريسيرش وفي رياده الاعمال وفي التكنولوجي والبروجرامينج. فالمفروض ان احنا بننفذ بروتوتايب ده عشان كمان يكون فرصه الفوز لكل تيم اكبر. انا مبسوط جدا يا سما من المصطلحات اللي انت بتستخدميها، يعني انت شكرا جدا لحضرتك. ما زلتي مصنفه على انك طفله، فطفله بتتكلم عن اهداف التنميه المستدامه، طفله بتتكلم عن ازاي نواجه الاحتباس الحراري، طفله بتقدم بحث علمي في مجال ما، فدي حاجه تشرف الحقيقه. شرف ليا والله. شكرا جدا لحضرتك. الله يخليك يا سما. سما، المنافسات كانت عامله ازاي في هذه المسابقه؟ هو كان في بروجكتس فعلا اكتر من رائعه، يعني احنا استفدنا حاجات كتير غير موضوع المكسب والخساره. فاحنا كنا فعلا كلنا كسبنا بان احنا تعرفنا على ناس جديده ولقينا طرق تفكير مختلفه، فان هو يعني برضو ده يعتبر تمرين لمهارات التواصل في اي مسابقه بنشترك فيها. برضو كان في اكتر من توك كويسه جدا، كان من ضمنهم توك للاستاذ الدكتور وائل الدسوقي رئيس قسم رياده الاعمال في الاكاديميه العربيه، لان طبعا المسابقه كانت برعايه الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري. فكان في توكس بتتكلم عن التنميه المستدامه وعن رياده الاعمال وعن البحث العلمي وعن التغيرات المناخيه اللي بتواجه العالم كله. فكانت المسابقه اكتر من رائعه واستفدنا منها حاجات كتير جدا. أكيد. سما، فكرة أن أنت بتعملي حاجة قائمة على البحث العلمي، مش هقدر أسألك بقى السؤال ولا أسألك إزاي بتوفقي بين الدراسة وبين فكرة الابتكار، يعني لو بنقول أن في حاجات تانية ممكن نيجي فيها بنضغة شوية على الجزء بتاع الدراسة لأن بتبقي بتبدعي في حاجة تانية، لكن ما أعتقدش أن أنت متاح لك تعملي اختراع وابتكار من غير ما يبقى عندك دراسة علمية. أكيد طبعا، هو أهم حاجة في يعني في أي حاجة أن يكون في تنظيم وإدارة للوقت، عشان اعرف ان انا انظم وقتي ما بين الدراسه وما بين ان انا شغاله على البحث العلمي وعلى رياده الاعمال والابتكارات والبرمجه. فانا اول حاجه اول خطوه اتخذتها ان انا قررت ان انا انام بدري واصحى بدري علشان اليوم يكون افضل وعشان يكون التركيز اكتر. وكمان بدات ان انا اقلل شويه وقت الموبايل في اليوم بحيث ان انا يكون عندي وقت ان انا انفذ حاجات تانية. عظيم. نيجي نتكلم عن الدعم بقى، مين كان بيدعمك واخبار البيت ايه؟
أكيد طبعا والدتي ووالدي وإخواتي كانوا بيدعموني دايما في كل خطوة بتاخدها، وبرضو كان المدربين كانوا دايما معايا، الدكتورة وفاء الشريف مدربة تي او تي، الباشمهندس فارس صلاح مدرب نادي العلوم، الدكتورة شيرين مجدي رئيس مجلس إدارة جينيس أكاديمي، وطبعا دكاترة الأكاديمية العربية الأستاذ الدكتور ياسر أبو الدهب نائب رئيس فرع جنوب الوادي للأكاديمية العربية، ودكتور أحمد الشناوي من قسم التكنولوجيا في الأكاديمية. يعني المدربين بصراحة ساعدوني جدا عشان أوصل للمرحلة اللي أنا فيها دلوقتي. تستحق يا سما كل الدعم، وألف مبروك ليكي مرة تانية يا سما وائل، الله يبارك الأولى على الجمهورية في مسابقة اي تريبل اي.